السلام عليكم. لو انت عايز تعمل مشروعك ومش عارف تبتدي منين، يبقى حلك في بي تريبل ام بي. تاو بلاست عملت لك سلسله حلقات بي تريبل ام بي، وهي عباره عن 5 محاور اساسيه هتساعدك في عمل اي مشروع بلاستيك. فيهم المعلومات الاساسيه اللي محتاج تعرفها في كل مرحله من مراحل الصناعه. بي تريبل ام بي: برودكت، ماتيريال، مولد، ماشين، بروسيس. اول نقطه برودكت اللي هو المنتج، وهيكون فيها معلومات مهمة جدا هتساعدك في اختيار اول منتج تبتدي بيه مشروعك، وهتساعدك في اختيار سوقك والشريحة السوقية لمنتجك. وتاني نقطة ماتيريال، وفيها عرض الاشهر انواع الخامات ومزاياها وتطبيقاتها وكيفية تمييزها باختبار اللهب. وتالت نقطة مولد، وفيها عرض الاشهر انواع القوالب، واهم نقط محتاج تعرفها وانت بتتعاقد على قالب جديد، وانواع خامات الصلب اللي بتدخل في تصنيع الاستنباط وعلاقتها بالعمر الافتراضي. ورابع نقطة ماشين، وهنعرف فيها أهم نقط محتاج تراعيها وانت بتشتري مكنة جديدة، وهنعرف كمان أهم نقط محتاجها عشان تختار مكنة مناسبة لمنتجك. وخامس نقطة بروسيس، ودي هنتعرف فيها على عملية الحقن وعلى مراحل الحقن المختلفة. وبمتابعتك للحلقات دي هتبقى ملم بأهم 5 محاور في الصناعة، ومن خلالها هتعرف تحدد نقطة البداية. مش شرط نقطة البداية بالنسبة لك تبقى زي غيرك، وعشان تختار أفضل نقطة بداية مناسبة ليك تابعنا. سلام عليكم.